الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قراءة الحائض للقرآن فجائزة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحج لما حاضت ماذا تصنع، قال فعلي ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، فالحاج له أن يتلو وأن يذكر، فللحائض أن تقرأ القرآن، ولكن تحفظا تمسكه بحائل كجوانتي أو أي حائل آخر خروجا من الخلافات.